فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من العلماء من قال إن من أسباب الإجابة للدعاء رفع اليدين، يقول: قد سمعت لفضيلتكم فتوى بعدم رفع اليدين عند الدعاء. ما هو بكل دعاء ترفع اليدين، ما هو بكل دعاء ترفع اليدين، ترفع تارة ترفع وتارة لا ترفع. عقب الفريضة ما ورد أنها ترفع، عقب الأذان ما ورد أنها ترفع اليدين، يدعو لكن ما يرفع يديه. فنحن اتبع الدليل، ما ورد أن الرسول رفع يديه مع الدعاء نرفع يدينا. نعم، في الخطبة، خطبة الجمعة يدعو ولا يرفع يديه، ما يجوز، بدعة هذا. نعم. فضيلة إلا الشيخ، إذا استسقى، إذا استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه. نعم.